لطفية خدي الشاي برا يلا. اي حاضر. الياس لا تاكل سجقنا يبلى هالولدني هي. ماشي اخي انا ما رح اتصرف بولدني، بس انت ما انك حابب تتصرف بنضج؟ شو يعني؟ الوضع يلي عايشينه بيصير يعني؟ انه مرت اخي تاخذ الاولاد ويروحوا هيك ونحن نتفرج؟ لا. طيب اذا هذا الوضع ما بيصير لك انا اتدخل اخي. هاي اخر مرة انا بساوي السجق، خلاص ما عاد اتدخل بحدا. ليك عمي، ما حدا رضيان بهالوضع. يعني شو بيصير اذا بتقلها لمرت عمي قدام الكل برا انا بحبك؟ لا تروحي من هون، ضلي. يا اخي لا تقلها خليكي بالبيت. خلص انت قلها انا بروح معك، بتريح الاولاد. انتو وقت تطلقوا حتساووا هيك يعني؟ انا كتير بحبك ولو سمحتي لا تتركيني. انا ما فيني عيش بدونك ومثل هيك حركات. بلكي نسوانكم ما بتركوكن يعني؟ صحة وهنا. تفضلي. يسلم ابو ساهر. كلي يا مريم لانه رح تحني. ما حدا رح يساوي لك فطور احسن مني. وحياتك يا ريس، انا بحياتي ما تعودت في افطار، انت عودتني وتقريبا كل عاداتي بسببك. حتى السيئة كمان ثروات؟ ما عندي عادات سيئة يا ريس، ما بقدر زعل مبجل، ازعل مشروب، فأنا بالأسبوع بشرب لي كاسة بقعدة العيلة المساء. يا ثروات، يعني لو ما طلعنا مع بعض من البيت، كنت بلشت بالشرب من الصبح لأنك زعلان، بلا لف ودوران. ليش أنت زعلان ثروات؟ مو بس ثروات زعلان، كلنا زعلانين. طلع على هالوجوه شو حلوة. ايه ممتاز، معناته لا تخلوا هالجمعة الحلوة تخلص بلا صورة، لازم نتصور وكل واحد فيه له نسخة بيعلقها على الحيط وبيقعد يفطر قدامها كل يوم بالعطلة. انت عن جد بلا مشاعر ابن خالتي. خليت المشاعر لغيري، انا مو تبع مشاعر. ايه عن جد سهر، صورنا صورة للذكرى. عراسي عود، انا ما بدي اتصور. مو حابة اتذكر هذا اليوم المشؤوم. اساسا صندوقي مليان بالصور اللي بتذكرني بابشع ايام حياتي. امي انا ما طلبت هالصورة مشان تحطيها بالصندوق تبعك، أنا طلبت لأنه ما حنجتمع مرة تانية على هيك طاولة.
يعني ممكن أختي مريم ترجع تجمعنا على فطور بأيام السبت؟ لا تفكري ما خطر ببالي هالشي آيشن. على الأقل الولاد ما بيكونوا انحرموا هالجمعة بيوم العطلة. أي وشو يعني؟ إذا رح نضل عم نجتمع مثل هلأ فأنا ماني شايف إنه في ضرورة لحتى حدا يترك البيت ويطلع. الجمعة تعوى على بيتي، والخميس منروح لعند الصوص، والأربعاء منروح لعند ثروت، والصهر دوره يوم الثلاثة، أما التنين منروح كلياتنا لعند قلب أصلان على المزرعة لأنه فينا نعمل مشاوي عنده ونغير جو. أنتوا كيف عم تحكوا عن هالشغلات بهالأريحية؟ أنا ما عم بقدر استوعب. أخي خضر إذا بتريد أحكي لك شي كلمة. عشان ناوليني صحن العسل، نزل السكر عندي. يلا تفضل. كلامك مزبوط بنتي. ستي خلص لا تحكي بهالطريقة. شوفي عمي قديش ومتوتر، هلأ بينفجر. كنت حابة إنه نقعد مع بعضنا لآخر مرة. لحد اليوم حاولت إني أكون زوجة منيحة لخضر، وبنت منيحة لحماتي، وللبقايا كنا منيحة، وأحياناً أخت. بعرف إنه كان عندي نواقص وأخطاء، وبتمنى تسامحوني. مسامحة روحي. الله يسامحك. أنا كمان إذا إلي حق عليكم سامحتكم. أكيد مرقت بأوقات تكون مقهورة، بس بما أنه هلأ عم نتودع من قلبي بقلكن أني نسيت قهري وسامحتكن. قادرة تسامحي الكل؟ الكل؟ أكيد. مو معقول، قديشك حنونة. ما عم بفهم عليك بنوب. معناتها بتسامحي عمود هالبيت وبينتهي الموضوع. رح عيد، أنا مسامحة من قلبي كل حدا زعلني بهذا البيت. ليش كان في حدا طلب منك إنه تسامحي؟ ما كنت ناطرة حدا يطلب مني إني سامحه. وإنت شو ناطرة منا يا مريم؟ خضر إنت ليش عم تحاول تنزعلنا مرقنا؟ ما في داعي حاول، بالأصل منزوع أساساً هذا الطبيعي. ليش في شي عم يصير معنا ما بينزع مرقنا؟ أبي شو اللي عم بيحاول يعمله يعني؟ زينب عادي، كرمال الله لا تطلعي وتتدخلي. الرجال ومرته عم يتخانقوا، انتي لا تتدخلي. عادي